انضمت لنا هلا رند ديسي اخصائي التغذيه. اليوم رح نجاوب على الاسئله. امبارح احنا بمطبخ رؤيه حطينا لكم بوست على انستغرام وقلنا لكم اسالوا رند، وفعلا في كثير اسئله اجت على هذا البوست، ونحن اليوم ان شاء الله رح نسال رند كل الاسئله اللي انتم سالتوها، ورند رح تجاوب. صباح الورد. صباح يا رند. الورد كيفك يا رند؟ الحمد لله. اشتقت اطلع مع السيدات، دائما بطلع مع فرج الشباب. لا احنا اليوم ستات بامتياز. كلنا حتى فوق المخرجه المعده كلنا اليوم كثير حلو. المصورين بنسامحكم، اعملوا حالكم مش شايفين، انتم مش موجودين بس صورونا على السكت. طيب رند، شفتي يمكن البوست اللي نزل امبارح كان في كثير اسئله، صح؟ فاحنا اخترنا شوي من الاسئله، ان شاء الله نلحق كل الاسئله الموجوده، ولكن قدر الامكان هات لنشوف. في سؤالين بيشبهوا بعض. كيف نرفع مخزون الحديد من الاكل ومصادر الاوميجا 3؟ وكان في سؤال بيشبهه، كيف منعزز امتصاص الحديد؟ فيمكن انت بتقدري تجاوبينا اياه مع بعض. اوكي، بشكل عام اذا عندنا مشاكل بمخزون الحديد لازم نعرف شو السبب. هل هي السيده عندها مشاكل بالدوره الشهريه؟ هل في عندي مشاكل بامتصاص الحديد؟ فاول شيء بعمله انه انا لازم احدد شو هو المسبب اللي عم بيؤدي الى نقص بالحديد. قدرت اني اعرف المسبب وبدي اعالج هذا السبب، بدي الجا اما للاغذيه، في عندي نوعين من الاغذيه بتحتوي على الحديد، اما الهيم ايرون اللي بيجي من اللحوم واللحوم الحمراء واللحوم العضويه. هاي الهيم ايرون احنا ما بنحتاج لنضيف له فيتامين سي او الاسكوربيك اسيد لانه امتصاصه من الجسم بيكون اوريدي عالي. هذا موجود الهيم ايرون باللحوم، اللحوم الحمراء او اللحوم العضويه، كبده، كلاوي، هاي الاشياء فيها كثير نسبه حديد عاليه. اما للاشخاص اللي عم تاخذ الحديد من مصادر نباتيه، هون انا بحتاج الفيتامين سي لاعزز من امتصاص الحديد. يعني زي السبانخ مثلا فيها حديد؟ بالضبط. السبانخ فيها حديد، ولكن انا بحتاج الفيتامين سي ليكون عندي كو ابزوربشن للنون هيم ايرون. سبحان الله، اكله السبانخ لازم تعصر الليمون. بالضبط. نعم. سبانخ، ملوخيه، سلق، اي شيء خضار ورقيه بدنا ناخذ، طبعا جرجير بدنا ناخذ فيه نسبه من الفيتامين سي لحتى نعزز من امتصاصه. هلا في نوع حديد جديد نازل على الاسواق يسمى لايبوسومال ايرون. ميزه اللايبوسومال ايرون ان امتصاصه بتكون 100% وما بيكون بالامعاء، فبالتالي انا ما بصير في عندي الاعراض الجانبيه اللي بشعرها من مكمل الغذائي تبع الحديد، مثل النفخه، المغص، صعوبه الاخراج، اللعيه، كل هاي الاعراض بتروح لانه الامتصاص بصير من الكبد، والامتصاص بيكون بنسبه 100%. حلو. علما بانه الجسم ما عنده القدره على امتصاص اكثر من 19 الى 21% من الحديد اللي احنا بناخذه على شكل مكمل غذائي. واو. فهذا إشي كتير أساسي، وأنا كتير بخاف من المكملات الغذائية الحديد العادية لأنها بتفرز أكسيديتيف موليكيولز عندي بالجسم، ونحن نسميهم جذور الحرة، الفري راديكلز. هاي الفري راديكلز تؤدي إلى تآكل الخلايا الصحية، فأنا برفع حديد ولكن بضر الخلايا من ناحية أخرى. فالأفضل هو اللايبوسومال آيرن. بنحدد السبب، بناخد أغذية نباتية بنضيف لها فيتامين سي، واللايبوسومال آيرن أفضل شيء. حلو. طيب نطلع من الحديد، لأن في سؤال عن فيتامين من دال، هل الأحسن ناخذ إبر أو حبوب؟ أوكي، أنا دائما بفضل إما أنه يكون الفيتامين دال على شكل قطرات، واللي هو الأفضل امتصاصا. ما بحب كتير حبة 50,000، ولكن مرات بنلجأ لها لما يكون في عندي نقص حاد لأنها بتحط عبء كتير كبير على الكلى. أفضل شيء أني أخذ فيتامين دي هو على شكل قطرات. الفيتامين دي بيحتاج فيتامين K2 ليعزز من امتصاصه، بالإضافة لمصدر من الكالسيوم. بدنا نجمع هدول الثلاثة مع بعض، وإذا حطيت لهم مغنيزيوم لسه أحسن وأحسن بصير الامتصاص. حلو. ولكن من فكرة إذا أنا بدي أخذ حبوب أو قطرات أو إبر، الإبر بتنعطى للأشخاص اللي عندهم نقص كتير حاد. بعدين نحن بنيجي للحبوب، والأفضل الجرعة اليومية 5,000. وكمان أنا بفضل دائما القطرات، 5 قطرات إلى 7 قطرات باليوم، كل قطرة بألف، فأنا بأخذ هيك 5 إلى 7,000. 100%. طيب في كمان سؤال عن فيتامين، شو أهم فيتامين لتقوية الذاكرة وتنشيطها وعدم النسيان؟ في ناس طبيعتها بتنسى. بس اوميجا 3 بي 12 هم الاساس لمشاكل الذاكره والنسيان. يعني عاده بيجوا مع بعض، ناخذه كمكمل غذائي؟ لا، هن ما بيجي مع بعض، ولكن احنا بناخذهم على شكل منفصل. الاوميجا 3 بنقدر ناخذه كل يوم بدون وصفه طبيه، الا للاشخاص اللي عندهم مشاكل في زياده سيلان الدم، مثل مرضى السكري اللي بينجرح ما بيلتئم عند الجرح. فبالتالي مرضى السكري بدهم ينتبهوا من الاوميجا 3. طب معناته الناس كمان اللي بتاخذ ابر مميعات يمكن لازم ينتبهوا؟ طبعا بصير في عندهم زياده بتميع الدم، فهون انا بستشير الطبيب انه انا عم باخذ اوميجا 3، قديش اخفف من ابر تميع الدم او حبوب تميع الدم مثل الاسبرين. فبالتالي انا بقدر اخذ الاوميجا 3 على شكل يومي، ولكن بالنسبه للبي 12 بدي اعمل الفحص واقدر احدد اذا انا بحتاج بي 12 او لا. التنين بعزز من الذاكره، البي 12 بيساعد على تجديد الخلايا الموجوده عندي بالدماغ، والاوميجا 3 عباره عن ماده بتحافظ على المايلين شيث
اللي هي الطبقة الدهنية اللي بتغلف الأعصاب والطبقة الدهنية اللي بتغلف الدماغ، نحن نسميها جراي ماتر. كل ما أخذت أوميجا 3 أكتر، كل ما هاي الخلايا حافظت على حالها أكتر، وكل ما قل من تآكلها وقل من صغر هاي الخلايا، فبالتالي بدوم عمل الدماغ لفترة أطول. كتير حلو ما شاء الله. طيب في سؤال كمان عن مشاريب وأطعمة تخفف أوجاع القولون العصبي، هذا من سلمى. سلمى إيش حكيت لك؟ أنا مش حكيت يعني لك، ما رح أجاوب. مش سلمى بعد من هون تسألها، أنا سألني إياها رسمي. لازم أوكي. مشاكل القولون بتختلف. كيف ما نحن عنا بصمة، لكل إنسان على وجه الأرض عنده بصمة مختلفة، قولوننا كمان مختلف. ما في إشي بيمشي على الجميع. في ناس بقول لك يعني بشرب كاسة مي ما بفيد غيري بالضبط، بشرب كاسة مي بصير في عندي تهيجات بالقولون. في ناس بقول لك بس والله البصل والثوم تعمل لي تهيجات بالقولون، أو مثلا الملفوف البقوليات. فبالتالي عشان أنا أقدر أحل مشاكل القولون بدي أعمل فحص للأغذية اللي بتزعجني أنا. كيف الفحص؟ بدي أجرب كل 3 أيام بفوت نوع غذاء جديد، أو كل يومين. يعني بدي أكل نفس الطبخة على يومين، بدي أكل نفس الفطور على يومين، بدي أكل نفس العشاء على يومين. اكزاكتلي اشوف الاثر. وعاده احنا بنتبع ما يسمى اليمينيشن دايت، واللي هو البرنامج الغذائي البيسك اللي انا باكل اشياء فيه اساسيه، بحاول ما يكون فيه كتير تنويع لحتى اقدر احدد. مثلا انا اليوم اكلت جوز، هل انا انتفخت من الجوز او لا؟ وبعد بيومين بفوت اللوز، بعد بيومين بفوت البندق، وهكذا. حلو. كمان المشروبات اكيد بتساعد، اليانسون يعتبر اساس، النعنع بيساعد كثير بمشاكل القولون، الزنجبيل حل سحري، واكيد اكيد اكيد بناخذ البروبايوتيك البكتيريا النافعه، والافضل انها تكون تسمى البيفيدوبكتيريوم، هي نفس البكتيريا اللي بتعطيها الام المرضعه على الطفل الرضيع، توب نوتش بكتيريا، وبتساعد على تجديد البكتيريا اللي بتكون موجوده عندي بالامعاء الغليظه. طيب في كمان سؤال، شو نعمل بالكسل تبع الرياضه؟ بنمارس الرياضه يومين ثلاثه بانتظام بعدين بصيبنا خمول بتعب. هذا كثير سؤال حلو عن جد، هذا كثير سؤال حلو، لانه عاده احنا بنحط اهداف غير واقعيه لاجسامنا. بيكون الشخص مش لاعب رياضه من 10 سنوات بعدين بيسجل كيك بوكسينج اللي هو اكثر شيء بمرن عضله القلب ومتعب للعضلات. الافضل دائما انه نحن نبدا الرياضه بالتدرج لحتى اقدر استمر. الرياضه بتؤدي الى تاكل بالكتله العضليه، والتغذيه مباشره ما بعد الرياضه هي اللي بتبني العضل. فانا معي 30 دقيقه ذهبيين لاغذي هاي العضله لتنمو. بدي اغذيها بثلاث انواع من الاحماض الامينيه اللي هي بيمتصها العضله ولكن ما بتروح على الكليه. يسمى لوسين ايسولوسين فينال انالين، بنلاقيهم على شكل مكمل غذائي يسمى بي سي اي اي برانش تشين امينو اسيدز، او كاسه لبن، كاسة حليب، إشي سريع الامتصاص، بروتين، ولكن مباشرة بروح على العضلة وبغذيها. في ناس بحبوا ياخدوا بيض أو صدور دجاج بعد. منيح، ولكن هذا الإشي روان لأهضمه وأمتصه. بدي من 4 إلى 6 ساعات راحت فترة تغذية العضلة. حلوة. فبدي تغذية سريعة. يعني شنينة مثلا بقدروا ياخدوا شنينة؟ ممكن شراب اللبن، شراب اللبن شراب أفضل اللبن. وما فيه ملح بالضبط. فأنا باخد الفائدة يعني الغذائية أفضل. كمان لازم اخذ مغنيسيوم، لانه انا العضله عندي بتساعدها البوتاسيوم والمغنيسيوم على تدفق العضله وعملها. فاذا بيكون عندي نقص بالمغنيسيوم بصير في عندي تشنجات بالعضلات، تشنجات بالساقين بالاخص، فبالتالي ما بقدر امارس رياضه. حلو. افضل شيء لحتى اقدر التزم نقي رياضه تلبق لجسمنا. صح. نبدا بالتدرج، ناخذ كاسه حليب او لبن ما بعد الرياضه، المغنيسيوم يعتبر اساس. حس حالي بحكي كثير بسرعه عشان بدنا ننهي بصراحه. لا نحكي سرعتي، لازم نخلص المخرج عم تعطينا. لا قلت لي خلص ما في مجال، يلا نخلص صراحه. طيب. اشياء حلوه فعلا، كثير معلومات حلوه ومنوعه ومفيده. لازم نعيد هاي الفقره دائما للناس حتى يصير الفقره اكثر تنوع. شكرا لك راند، شكرا يا روان، شكرا. يعطيكم العافيه، شكل الانشلادز بشكل.